جميل؟ قوم بقى، قوم خلصني هلأ فوق. يلا يا جميل، يلا خلصنا. أي شو خلصت؟ وينك؟ موقف جميل، أجل أتكاثر عن الغد. يلا حسن أتكاثري. مرحبا جميل، شلونكم ماما؟ تغديتوا؟ اشتهيناكي. ايه وشو تغديتوا؟ كوسة محشي. طبختوا جميل؟ منيح ما فزر معك. هلا من كل عقلك صدقتي اني طبخته. ليش انا من امتى بعرف اطبخ كوسة؟ طيب الاولاد شو اكلوا؟ الاولاد كانوا عم يستنوا مع ابون. شو كنتوا عم تستنوا؟ كوسة محشي. شفتي؟ يا حرام عليك يا جميل، يعني معقوله تترك الاولاد بلا اكل؟ اي بيكونوا ماتوا من الجوع. مو على اساس حضرتك اليوم ما تتاخري مشان تطبخي لنا؟ وهي تاخرت، شو خربت الدنيا يعني؟ ما خربت الدنيا، بس انا والاولاد رح نموت من الجوع. اكلوا اي شيء. مثل شو؟ حي الله. لك مثل شو؟ بقيان عنا 6 بيضات. ها شفت؟ عم يقول بقيان 6 بيضات، كنت قولي لهم ياهم جميل. لك شو قولي لهم ياهم؟ صوصنا، الاولاد عم يكاكوا. ما بدك تغدي معنا؟ لا انا اكلت سندويشه بالشغل. غديهم انت جميل، غديهم، ما في شيء، غديهم. كله شغل، كله شغل، طبخ وفود وما بعرف شو. شو ها؟ هنا لك هنا، قومي الساعة ولي وربع، قومي 7:15، قومي. شو 7:15؟ ما قلت لك جميل ربط لي على 6؟ لك رابطها بإيدي، رابطها. ليش ما رنيت؟ الله لا يوفقك يا أرجيلي، ما في غيره. اسمع جميل، من بكرة تشتري لي منبه جديد. منبه؟ إيه منبه. هلا فايقة على الفصحى، طايق قلبي من الديوان. قومي قومي فيق الأولاد، تأخروا هلا بيجي باص المدرسة. فيقهم أنت وحضرهم الفطور، أنا ماني فاضي عندي شغل. وبلا شغلك اليوم، خذي إجازة. ما بقدر حبيبي جميل، عندي وفد. أمري لله، أنا اليوم بفيق الأولاد 3. وعمل لهم سندويش تقبل قلبي. حاضر. وأغلي لك القهوة كمان. حبيبي منيحة بدها مشورة؟ لا مو موضوع مشورة، بس بخاف ما يكون معك وقت تشربيها. لا حبيبي، اشربها اشربها. طارق أهلين أم محمود، تأخرتي، فكرتك ما رح تجي تساعديني. لا شو ما أجي، أنا ما صدقت ولقيت تسلاية اتسلى فيها. لو سهلة تفضلي، من هلأ بيجي في ثواني. شو هاد؟ خزيت العين من عيني ها؟ حلت علينا البركة يا أم محمود، أهلا وسهلا. ما شاء الله، وكان أوامل حقتي تقصي روسهم وتغسليهم. برافو. ونقعت لك الرزات كمان. شاطرة، بس ليش مستعجلة كل هالقد؟ لسا في قدامنا وقت منيح، بنشرب فنجان قهوة على رواق، بعدين بنحفر الكوزايات. إيه مثل ما بدك، بنشرب فنجان قهوة. بس شو رأيك تبلشي بحفر الكوسة على بين ما أخلص القهوة؟ لا اطمني اطمني، لسا في قدامنا وقت منلحق. بنشرب فنجان قهوة، بنحكي لنا كلمتين، بعدين بنشتغل سوا. ايه على راحتي، مثل ما بدك. تازة وزراف هالكوسايات، بس حفرهم بموت. عم تحكي معي؟ عم قول مزغرتيهم للكوسايات. ايه جميل بحبهم. زراف هالبنات كتير. صحتين ام محمود. ام محمود خلصينا بقى من القهوة، خلينا نبلش بالكوسة. يلا حبيبتي ها. ريتا دايمة. صحة وهنا، صحة وهنا. هاتي لي كاس الماء. ايه بتأمري أمر، تفضلي. قربي لي الطاولة. حاضر، تفضلي. هادي الكوسة ايه. حاضر، تفضلي. قومي جيبي لي صحن صغير وحطي فيه شوية ملح. ليش؟ بدي لك كراس الكوساية مشان يذبل.
حكم هذا الكوسة نزه كتير. شوفي شلون طقي. طب شوي شوي محمود، لا تستعجلي ما بطق. معلشي جيبي لي شوية ملح. أوان أنا ما بعرف أحفر الكوسة بدون ما لكه بالملح مشان يدبل تمه. حاضر محمود، تكرم عيوني. عجبتك يا عبد المعين لتعيني، لقيتك يا عبد المعين تنعم. عم تحاكيني؟ لا عم بحكي مع حالي محمود. هاي من حاتم محمود، تفضلي. يسلموا ايديكي، يسلموا ايديكي، عذبتك انا ما هيك؟ لا ولو، نحن اللي عم نعذبك معنا محمود. لا يا هنا، عيب تحكي هالحكي، عيب، نحن جيران والجيران لبعضها. الله يخليكي يا رب. ايه ها؟ الملح غير شكل، شوفي شوفي شلون هو دبلت. ها بعتلك قتلك شو صغيرة. شو هذا أم محمود؟ خير شوفي هاي الكوساية سميكة وبدها حفر كمان. هيك أحسن أطيب. إيه بس جميل ما بحبها هيك، بحب قشرة رقيقة. أنا هيك بعرف، بخاف إذا حفرت أكتر بخشب. إيه معلش أم محمود لا تعذبي حالك، أنا بحفر الكوسايات، فوتي أنت جهزي التتبيلة، الرز منقوع واللحمة جنبه. التتبيلة شغلتها بسيطة، هلا بخمس دقايق منجهزها، بس أنت تجهش لي بقوم أنا براسي بتبل لك يا. ما قلت لك لا ترقي كتير؟ هي مبخشيت. هنا شو صار معك؟ قومي قدي برا، رفيقتك داخلها. يلا خلصت. ليه جاي اصلا لهون انت؟ ما تروح تقعد معها لحالنا؟ اي لحالكم. ليش شو رح تساوي مخلوقه؟ رح تاكلك؟ وشو بدنا نساوي؟ شو بدكم تساوي؟ احكي معها شي شغله، افتح معها حديث. لك صار لي ساعه عم دقدق لها برجلي، ما ضلت معزوفه ما دقيتها، شو لعبها دق طاوله يعني؟ دقدق برجلي؟ روح افتح معها شي حديث. عن شو؟ شو عن حي الله؟ إلا كيفك؟ شو أخبارك؟ كيفه جوزك؟ جاملة لخلص. جاملة؟ وبلكي انزعجت؟ ما بتنزعج، معها كتير سبور أنا بعرفها، بعدين لازم تروح لعندها لأنه حلو تضل لحالها. يلا جميل. ما بدي روح، روحي أنت كملي مكياجك بالصالون وأنا بدي أقعد هون. يا جميل يا حبيبي، إمتى رح تبطلي عادة هالخجل من النسوان؟ لازم تحكي معهم وتجاملهم، بعدين بيقولوا عنك يا معقد يا دقة قديمة، ما حلوة هي الشغلة. بعدين كلمتين حلوين ما بيعملوا شيء، بالعكس بيعملوا جو حلو كثير. لك انت عم تطلبي مني اني غزل النسوان بدل ما تبعديني عنهم؟ لك شو جنسك انت؟ ما بتخالي النوب؟ جميل مو وقت الحكي، روح لعند المخلوق انا ماني فاضيه لك. هنا لا تاخري. خلص جميل ما راح اتاخر، روح لعندها بقى بس لخلص لبسي على القليله. كباشك نافش طرف عيني. ها سلامة عينك. ادعي لي. موفق. انا جاهزة ما يلا تفضلي. جميل شو رايك توصلنا بالسيارة؟ ما بقدر، عيني مطروفة وبدي طعمي السمكات ودرس الأولاد. طيب ماشي حبيبي، أبقى أدير بالك على الأولاد أحسن ما يتوشوا عليك، وإذا تأخرت عشيهم. باي. أنا جميل شو أنت نايم هون؟ لا بس نسيت شوي. ناموا الأولاد؟ ناموا. عشيتهم؟ عشيتهم. أما شو جمع يا جميل بتاخذ العقل؟ ورجتنا على موديلات وفساتين ما في منها غير بالبوردة. يعني انبسطتي؟ كثير. إيه الله يبسطيك. حدا حكى معي؟ لا، وين رايحة؟ بدي غير تيابي. عادي عاوزك بحديث. بس غير تيابي جميل. هلا عادي أعمل لك عاوزك. هاي قعدت. هنا انت بتعرفي قديش انا بحبك ما؟
هلا هذا هو الموضوع المهم اللي بدك تحكي فيه بعرفه. عدي هلا اسمعي للاخر. هي عادت. انا بيني وبينك في مشكله كبيره. كبيره كثير ها. واذا ما لقينا لها حل بدها تكبر اكثر واكثر. خير جميل، شو المشكله؟ عامل لك شي عمله؟ مو هذا قصدي. المشكله انه كل ما عم نبعد عن بعض اكثر واكثر. كيف يعني؟ ما فهمت. يعني بصراحه حاسس كانك ما عاد حبيتيني مثل اول. ومين قال لك هالحكي؟ ما حدا قال لي، انا حاسس. إيه لا حبيبي مو صحيح، أنا لساتني بحبك وأكثر من أول. ارتحت؟ لا ما ارتحت. مو هيك اللي بيحب التاني. اللي بيحب التاني بدير باله عليه. مو طناش ما بيسأل عنه، لكن بيهتم فيه. حضرتك اليوم إجيتي كلمتين مع بعضنا مثل العالم والناس ما حكيناهم، وبعد الظهر إجت رفيقتك وأخذتك. وأكيد هلا بدك تفوتي تنامي. لك كأني ماني موجود أنا، كأني لحالي. ايش بك جميل؟ رح تعملي منصة المحشي قصة ورواية؟ بكره بطبخ لك اياه. هلا هيك فهمتي اياه؟ عوجة قطعت الكهرباء. كملت. تفضلي ام محمود. اي والله من يد ما نعدمها. صحتين. ايه صحي ما حكيت لك امبارح شو صار بيني وبين جوزي. جوزي انا؟ ايه جوزك انتي الاستاذ جميل. جميل الحمصي مو الحمصي. ايه الحمصي. شو صار؟ امبارح خلصت جرة الغاز من عندي، قمت بدلتها بوحدة مليانة، ما عرفت ركبها، صارت تعمل فس. خفت ليصير عندي حريقة، اجيت دقيت عليكم الباب، ما كان في حدا غير جوزك. وبعدين؟ قال ما بيجي لحاله. كان بده يستناكي مشان يجي هو وياكي. وبعدين راح معك ولا لا؟ شديته من ايده غصب عنه واخدته. برافو عليكي. بتعرفي لو ما عملتي هيك ما كان راح معك. مو لانه مو حابب يساعدك، بس لانه بيستحي. هو بيستحي وبس. قديش شايف رجال بحياتي، ما شفت رجال مثله بيخجل من النسوة. ليش شو سوا كمان؟ ما خلاني وقف جنبه وهو عم يغيرها للجلدة. غلبت فيه انه يشرب له فنجان قهوه بعد ما غيرها للجلده. لا تغلبي، هرب هريبه من عندي. لك نيالك جارتنا على الرجال. يقولي الله يساعدك. ليش خجل الزايد يا ام محمود؟ عم يخجلني قدام رفقاتي. اشتهيته شي مره يحاكي رفقاتي كلمتين حلوين، يجاملهم يسايرهم. ابدا ما في خواص، رح يجنني. سلامتك من جنان. شو وين محمود رايحة؟ تركيني عندي شغل بدي اروح. تركيني. ما بدك تتغدي معنا؟ ايه لا بدي اروح لعند جارتي ام احمد. ضروري ضروري بكون هلا عندها اخبار جديدة. وبالنسبة للغدا ما بتفرق معي انا اتغديته معكم ولا لحالي. انت بس يستوي الكوسة ابعتي لي كم كوسة. هي تكرم عيني. مع السلامة ام محمود. بعيدية مرة تانية برجع بوصيك وبقول لك امانة. والامانة صعبة هنا. متى ما اعتزتيني دقي علي الباب. بيجيكي لو على الأربعة وين ما كنت تكون. أم محمود شباكي لبكي بين إيديكي بخدمك بعيوني أنا. دخيل عيونك يا أم محمود. شاطرك. الله معك. أنا يعني إذا ما بيصير سئلي اسكبيلي مع المحشي شوية مرقة. بحب المرقة مع المحشي أنا. إيه غالي وطلب رخيص أم محمود. عم تقل عليكي ما هي. لا ولو عادي دخيلك أنا. يعلم الله يعلم الله أني حبيتك أنت وجوزك سوا. يا سلام أظرفتكم طنقرت وأرض. هذا من لطفك ام محمود. ابقي سلمي لي على الاستاذ جميل. يوصل. هنان هنان. اهلين ام محمود. تفضلي. ليش واقفه على الباب؟ فوتي. ما بدي فوت، جايه استعير منك ابو طارق شوي. وليش ما عم تروح معه؟ ليه ما بدك تعرفي بالاول ليش بدها تستعيرني؟ شو ما كان، لو ما بدها منك شيء ضروري ما بتجي بنص الليل مشان تستعيرك. بتعرفي شو بدها مني؟ بدها ياني روح لعندها على الشقة، بدها تملص الهاويس، تنطفى الكهرباء، تشعل شموع، تساوي جو رومانسي، على الأساس بدي صلح لها فيش الكهرباء. وشو فيها؟ أنت بتخاف من العتمة يعني؟ لك شبه، كأنه مو جوزك أنا، يا أنا. الله يخليكي جارتنا، خليه يجي معي يصلح لي فيش البراد، ما بقدر أتركه بلا كهرباء، بعدين بخموا الأكلات. تكرم عينك جارتنا جميل، وصار معها على الشقة وساوي لها فيش الكهرباء، ما حلوة، لا تخجلها للمرة، بعدين بخموا الأكلات. هيك بدي روح بالبيجاما. اي وشو فيها؟ شو رايح على الكازينو انت؟ كلهم فشختين بين شقتنا وشقتها. يلا جميل. ما بدي روح، نعسان انا، ترد دق على جارنا ابو تحسين. عندي بنات زراف شاريتهم من عند ابو حسن، راح اعمل لك فنجان قهوه عجب يخليك تصحصح.
إذا كنت بدي روح بطلت روح. بعدين أنا بدي نام، ما بدي صحصيح. جارنا الله يخليك، ليلو هنا، يخموا الأكلات بعدين. يخموا؟ نبعت لك غداكي بكرة. جميل، ما حلوة، مشاني أنا، يلا روح. روح بس على شرط. شو بدنا؟ بتروحي معي. أنا شو بفهمني الكهرباء؟ يخلي الأكلات يخموا. تعال، خلاص بروح معك، يلا. لا أنت أول. لوين؟ جيب المفتاح، ما معقول اترك الباب مفتوح. بدك تتركيني لحالي؟ أنا بجيبه. فعلتني بقصة الخجل تبعه. أحسن ما يكون بلا خجل تحكي بعبيك. معك حق، اليوم قعدت مع واحد ثقيل طققني من كتر المجاملات. يا جميل، على إذنك. واحد. مو على أساس بدك تجيب المفتاح؟ لك بدي نام نعسان، أنا بدي نام. تعا فوت. تفضل. يلا. لك ما في حدا. وين فيش؟ قط النوم. لك ايه تعجارنا؟ بضحك معك، عم بمزح معك، معقولة قدام مرتان؟ شفتي؟ ليكو بقفل براد، هو في واحد بقط النوم. تعال صلحني يا يلا. هذا البريز هون. عم تهرب. لكن انا ليش جايبتك؟ وين الهاويس؟ يلا رح اقطع لك يا ام محمود. ام محمود، ام محمود. ايه ايه. لا لا تقطعي الكهرباء قبل ما تجيبي لي شمعه مشان طص ونفك براغي. على عيني، على عيني وراسي. ها ليكو المفك هون على الطاوله. تعال وهي الشمعه فوت النوم. خد حبيبي، خد جارنا. شفتي حبيبي؟ وين الكبريت؟ ليكو بطرف الغاز. لا تقطعي الكهرباء قبل ما شعل الشمعة. ها على عيني. اقطعه يحظى. اقطع. طيب خليكي معي، اوعك تركيني. اه بخاف. ايه معقولة تخاف من العتمة؟ مو من العتمة، من ام محمود. طيب خليكي جنبي. جنبك جنبك. مسكي هي، مسكي الشمعة. ما تكهربت. الحمد لله. شو زبط؟ ما زبط. زبط. خليكي محلك ام محمود. زبط. زبط. روحي وصلي الهاويس. يسلم ويديك جارنا. صحيح مثل ما بيقولوا بالمثل، البيت بلا رجال ما بيسوى شيء. حبيبي انت شفتي؟ زبط. زبط. جربه. شلون بدي جربه؟ لقه بايدك. وبلكي تكهربت؟ لكن اتكهرب انا. اذا تكهربت بترجع بتفكه. تعي لقي انت. جميل شبعك. لقه. هاتي ايديك. مسكي ايده. هاتي ايدك. علي وعلى عدائي. واحد، اثنين، ثلاثة. يا لطيف على الجارة ما تتدمها. منين الله بلانا فيها؟ امرأة وحدانية مع حدا يساعدها؟ لا، من بين كل الجيران ما لقيت غيري تطلب مساعدته. اي يمكن حبتك. لما قلت لك نفسها خضرة ما صدقتيني. ما شفتيها شلون مرتين سمعتني انه البيت بلا رجال ما بيسوى شيء. شو قصدها؟ يعني شو قصدها؟ مثل بينقال. لا مو مثل بينقال، هي نفسها خضرة مثل ما قلت لك. أخلى وسمعتيها وقت رح تركب لها الجلدة لجرة الغاز. كل ما سألتها عن غلط قال لي بقط النوم، وما في غير تتغمى وتزمزم لي بشفايفها وتعمل لي حركات مراهقين. جميل، بلا هالتهيؤات خلينا نفوت ننام. هنا نشفوا الشعرات. نشفوا. فكي لي هالبودكين. مرحبا. أهلين.
يا ميت مرحبا، اهلا وسهلا. انا انت هنا رفيقه لها بالوظيفه، عرفتك مزبوط؟ مزبوط. شو عرفها؟ شو عرفني؟ سماؤهم في وجوهي. تفضلي تفضلي ارتاحي، انت وشك عم يشع سعاده ونور وهنا. مو عالصدر عالصدر لانه الاسطوره للبدوره. تفضلي ارتاحي. معها موجوده؟ هنا يا ميت اهلين وسهلين، شلونك؟ عم قول والله منور البيت. خطوة عزيزه اهلا وسهلا. منور بصحابه. كيفي؟ الحمد لله. شو اخبارك؟ ان شاء الله ما تعذبتي للاقيتي العنوان. لا ابدا، شوفير التاكسي وصلني لعند باب البيت. ما قلت لك بيتنا ما بيضيع. شو لسه مو لابسه مطوله؟ خلصت مكياجي، بس حطت ثيابي علي واجي. يلا قوام. خمس دقائق. يلا نايم، ما بدي وصيك. ها ليكن لك فكر حبيبتي، لا تحطي ببالك، انت فوتي غيري ثيابك، راح احطها بعيوني. فوتي انت، فوتي. ليش واقفه؟ تفضلي ارتاحي. شكرا. الحقيقة أنا كثير سعيد إني تعرفت عليك. مرسي لك. وأنا كمان. خير أستاذ نايم، في شي بوشي؟ لا بس عم شبه عليكي، ومع ذلك نسيان بالضبط مين بتشبهي. بيخلي من الشبه 40. بس تذكرت مين؟ حزري. وحدة بعرفها؟ لازم. مين؟ حزري. مين؟ جورجينا رزق. بس مو هلا، بأيام شبابها، بأيام عزة. هلا شخترت شوي. شكرا كثير لك على المجاملة، خجلتني. الحقيقة أنا عتبان كثير على مها لسببين. الأول إنها ما عرفتني عليكي إلا لهلا، والثاني إنها ما عطتك حقك بالوصف. يعني هي صحيح حكيت لي عن جمالك وذوقك وأدبك وأخلاقك ورقتك وحسنك ودلالك، بس كل هالحكي اللي قالته ما بيطلع نقطة ببحر الواقع. لا أستاذ نعيم، أنت كتير هيك عم تبالغ. بالعكس تمام، أنا ما وفيتك جزء بسيط من حقك، أنت بتستاهلي أكثر من هيك بكتير. أنا لو كنت شاعر كان ممكن أكتب لك قصيدة، بس ماني شاعر. على كل مرسي كتير على المجاملة اللطيفة. تعرفي مدام هنا، أنا كتير بحب السياحة. شي حلو. وشو المناطق السياحية اللي بتحب تزورها؟ مديرية السياحة. مديرية السياحة؟ إيه؟ المديرية اللي بنشتغل فيها؟ آه. وشو محببك فيها؟ بناء مثل بقية الأبنية. إيه بس فيها أحلى موظفات. أكيد عم تقول هيك لأنه مرتك موظفة فيها. مو بس مرتي، مرتي ورفقات مرتي ورفقات رفقات رفقات مرتي. لا أستاذ نايم، أنت المجاملة عندك ما لها حدود. هلا اللي بيحكي الحقيقة بيكون عم يجامل؟ لا بس لما الحديث بيطلع عن نطاق الواقع بيصير مجاملة. إيه يعني لسه بدي كتير لأطلع عن نطاق الواقع. بتعرفي مدام هنا، تسريحتك كتير حلوة، متناسبة مع فورم وشك، يعني عاملين مع بعضهم تناغم رائع، هارموني. مرسي. الظاهر انت عندك إلمام بالرسم. مو ضروري الواحد ابدا يكون عنده إلمام بالرسم لحتى يفتن بلوحة جميلة. بالضبط. بدها تطول معها؟ لا لا ما بتطول، عادة اللبس معها ما بياخذ منها وقت كتير. نص ساعة، ساعة، ساعة ونص بالكتير، ساعتين ماكسيموم. ساعتين؟ لكن لك فكر بنوب، ما رح خليك تحسي بالوقت ابدا، رح خليك تحسي هالساعتين وكأنه نص دقيقة، ثانية. شكرا كثير استاذ نعيم، عند اذنك. ما لا تقلولي، حلوة. شو مطولة؟ خير صوفي؟ ما في شيء بس عجلي لك شوي. كأنك متضايقة. ما في شيء. هنا كأنك مفعوزة. قلت لك ما في شيء. نعيم ضايقة؟ لا بس مع اني وصيته. بتعرفي مها قديش كنت اتضايق من جميل لانه ما يحكي مع النسوان كلمتين على بعض بعد ما قعدت مع جوزك وشفته صرت حب خجل جميل. ايه بس جوزك زايدة بالخجل. لا جوزك اللي زايدة بالمجاملة. زايدة وبس. جوزي مطفطفة. لك حاولت معه كثير بس ما في فائدة. حاولي معه مرة ثانية، ايه مو معقولة كل رفيقة تيجي لعندك، ايه شو هالطول؟ شو هالجسم؟ شو هالعيون؟ شو ما بعرف شو؟ هو هيك قال لي؟ لا لو قعدت شوي تانية كان حكى أكثر من هيك. ايه تعي معي لشوف. تعال هون. شو عامل مع هنا؟ أنا ما عامل مع شي، والله ما لقيتها، لقيتك شي حكيتي؟ شو حاكيها؟ ما حكيتها غير كل كلمة حلوة، حكيتك شي أنا؟ كم مرة قلت لك بطل هالحكي الحلو مع النسوان؟ لكن شو بحكي؟ حكي بشيء يعني؟ أنا ما قلت هيك. لك حيرتيني. حكي بشيء ما بدك يعني أحكي معه. حكي حلو ما بدك يعني أحكي معه. شلون بحكيهم يعني بالوما؟ بيكون أحسن. طولوا بالكم يا جماعة، لا تخنقوا من شاني حصل خير. يسلم هالتم الحلو.
شايفه؟ شايفه هالتم اللي عم يشرشر عسل؟ شايفه؟ نعيم خلص مثل ما بدك، بحكيها بالوما. هيك اضحكوا انبسطوا، خلوني اسمع هالضحكه الحلوه يا حلوه. يلا ما تاخرنا، تفضل وصلنا. على راسي، ما وسعتكم السياره بشيلكم على راسي. لا تاخذوا تاكسي، ها جاي بس الشاكيت. ليش هيك جميل؟ لك اسألي حالي، معقول تفيقيني على صوته؟ بعدين ما بتعرفي الأولاد عم يدرسوا، لازم نوفر لهم جو هادي نحنا. يا عليا لك. منيحة؟ أعلى. هيك منيح؟ بدخيلك يعني، لو كانت أم كلثوم خليت صوتها يعبي كل الحارة، بس لأنه عبد الحليم وأنا بحبه كتمت له صوته. بتحبيه؟ ولك شو بيحببك فيه؟ آه؟ انت شو بفهمك بالاصوات والطراب؟ علي يا. لا ستي ما رح علي. ها وهي طفيته، وين القهوه؟ رح اغليها انت. وليش لحتى مو حضرتك تغليها؟ مشان تعتبر حالك من اهل البيت. شو قصدي؟ تعال اقول لك، تعال احكي لك عن ام محمود بعدين بغلي لك القهوه. تعال احكي لي لشو؟ شو بقى ام محمود؟ يا سيدي من لانت اجت لعندي لتساعدني بحفل الكوسه، قامت قالت لي شو في يا هنا؟ اذا بدك الضيف يعتبر حاله من اهل البيت خليه يفوت يغلي قهوه. هي فاتت تغلي قهوه، قام كسرت لي القطرميس. أم محمود يا حبيبي، هذا اللي كان ناقصنا. صحيح جميل، أنت شو عامل مع امبارح؟ مالي عامل شيء. إيه هي حكت لي على قصة جرة الغاز. شلون نسيت أحكي لك؟ والله ما في بالعادة إنسان، أنت بتعرفي كل شيء بصير معي بحكي لك يا خطوة خطوة. إيه أنا إذا أمي حكتني بحكي لك، هالمرة شلون نسيت ما بعرف. وأنت شلون بتعمل هيك؟ يا دوب خمس دقايق ركبت لنا الجلدة وطلعت، حتى فنجان قهوة ما شربت. طلعت ولا هربت؟ شو قصدي؟ أنا زعلانة منك جميل، قالت لي إنه أنت ما كنت بدك تساعدها، مرة كبيرة إجت لعندك مستنجدة فيك، تروح بتخجلها؟ أنا ما كنت بدي خجلها، بس أنا كنت عم بستناكي مشان نروح سوا. أنا؟ وأنا شو دخلني؟ مرة عايشة لحالها بالشقة، روح لعندها لحالي لك. أخ منك أخ، أنت إمتى رح تبطل عادة هالخجل؟ مرة قد أمك شو بدها تعمل لك؟ رح تتحرش فيك يعني؟ أنت اللي مو معقولة يا هنا، لك بدل ما تشكريني عم تلوميني. شوفي هي ام محمود صعيه كبيره بالعمر، بس لا تامني، ها نفسها خضره. وشو عرفك انه نفسها خضره؟ لك مبينه من شكلها، مالك شافتيها محمره ومغندره وتقلها امها ان شاء الله، وبعدين عليها حركات ما بتطمنها. حركات شو؟ لما فتت ركب لها الجلده تبع القنينه سالتها وين الجلده؟ قالت لي بقط النوم. وين البهبهانه؟ تقلي بقط النوم. وتوقف وتعمل لي هيك، يعني ما بتطمن. ام محمود؟ لك ايه ام محمود؟ لك شو عم تعملوا يا؟ قلت لكم شو عم تعملوا؟ كاسرين الفازة؟ مين كسرها؟ قلت لكم مين كسرها؟ انا. انت؟ وكيف كسرت امي؟ كنت عم بلعب بالطابق كسر. انا كم مره قلت لك بالبيت ما في طابق؟ كم مره؟ خلص لا تقتليني، هلا بقول لابي بجيب لك غيره. لم تهتم به فطلقها، نبهها لم تصغي إليه فطلقها، قال لها تفضل يسلم ايديك، فحلق لها. صعي ما قلتي لي انت حكيتي مع رفيقتك هبة، هي هبة برقدم تحكي مع ابن خالتها، برقدم ما بيطلق الموظف اللي عندي. كتير بيهمك امرها يعني؟ ايه شو رايك روح انا وياك لعنده ونحاكيها. وانا شو دخلني؟ رفيقتك ولا رفيقتي؟ رفيقتي، بس ما بيصير شي اذا تعرفت عليها. أنا ما بحب أتعرف على حدا. ردي على التليفون. قوم رد أنت، وإذا رفيقة من رفقاتي بدك تحكي معها وتسلم عليها، قوم بقى. أنا ما رح رد، قومي ردي أنت. ما رح ترد؟ لا ما رح رد. إي مو على كيفك، بدك ترد يعني بدك ترد، بطلي عادة هالخجل، قوم رد لشوف، يلا قوم. أنا قومي ردي وبتعرفي كلمتي كلمة، ما رح رد يعني ما رح رد. إلى نشوف.
لم تصغي إلي فطلقها. رد. ألو. أهلين يا مو. الحمد لله الحمد لله. مسكي احكي مع عمي بدي اياكي. ألو. أهلين مرت عمي. كيفي؟ كيفو عمي؟ سحر؟ يولاد مشتاقين لك، بيبوسوا إيدك، كلنا مشتاقين لك. إن شاء الله بأقرب فرصة. بكرة؟ هو المفروض نحن نعزمكم مرت عمي؟ يخلي لي إياك يا رب. ماشي، معقول يروح هيك أكلي علي؟ مو معقول. بكرة الجمعة بكير بكون عندك مشان ساعدك بالكبة. ماشي مرت عمي، خلي لي إياك يا رب. الله معك، مع السلامة، سلمي على عمي سحر. الله معك، سلام. رغم أنه يحبها وهي لطيفة وتساير أمه، لم تهتم به فطلقها. تعرف لو كنت محل أمك أنا كنت زعلت منك وما عدت حكيت معك بنوم. ليش؟ شو قلت أنا؟ ما قلت شي، ولأنك ما قلت شي كانت لازم تزعل منك. ليش لحتى تزعل؟ الحمد لله يا أمو، الحمد لله. هذا حكي الواحد بيحكي مع أمه. شو بده يحكي مع أمه الواحد يعني؟ بالله كيفك؟ شو أخباري؟ كيفه أبي؟ كيف سحر وجامعتها؟ حكيها كلمتين حلوين يبلوا قلبها. إيه لا تخافي، أمي ما بتزعل مني، متعودي على حكي، طول عمري بحكي دج أنا. ما بسي، لازم تبطل هالعادة، لازم تحكي مع رفقاتك وأصدقائك، مع كل العالم كلام حلو. ما كان صار شي لو أخذت الصحن الجاتو من إيدها. ما بحب الجاتو، ليش لا أخذ من إيدها؟ مشان ما تخجل الست يلي قدرتك وقدمت لك صحن الجاتو. الأصول إنك تاخده وتشكره وتحاكيها كلمتين حلوين وبعدين تصطف الأكلت الجاتو ولا ما أكلته أنت حر. أصلاً ما بجوز تقوم هي الضيف، مين صاحبة البيت؟ أنت ولا هي؟ جميل، لا تضيع الموضوع، خجلك الزايد مع النسوان ما بيسوى، عم يسبب لي إحراجات كتير. شو بدك يعني ساوي لهم يعني؟ بوسهم ولا أرقص لهم؟ أنا ما بدي إياك تبوسهم، بدي إياك تجاملهم كلمتين حلوين. لا جاملون، سايرون بكلمتين عن الطقس، عن الغلا، عن الدعايات اللي ما بتحبها، عن حي الله شي. هلكتني طول السهرة وانت نازل متاوبة، ما حكيت ولا كلمة غير الحمد لله الحمد لله. ما معقول جميل، ما حلوة هيك، بعدين بيقولوا عنك معقد. ليش هذا المعسف يا جوزة؟ عصاية طقي، خلى دور لحدا يحكي. أصلا ما بيستحوا هني، قاعد يغازل مرتو عنا بالبيت. ما سمعتي شلون عم يقول بحب القهوة حلوة، يسلموا لي إيدين مرتي الحلوين، يغازلها ببيتهم. معناتها ما كنت نعسان. لا ما كنت نعسان. لك صحيح انا بدك ترجعي تتصلي برفيقتك هبه، هي هبه برقدم تحكي مع ابن خالتها، برقدم ما بيطلق الموظف اللي عندي ان شاء الله. لانه المسكينه كمان يوم اجت لعندي وترجتني ووعدتني انه تهتم بجوزها وتدير بال عليه وتصير تغار عليه وتساله وين عم يروح وين عم يجي. بدي نام. انتوا بهنيك. مرحبا جميل. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. تقلانة؟ نعيمة. الله ينعم عليك. هنا لو سمحتي بدي احكي معك كلمتين إذا تكرمتي. ايه تفضل. حبيبتي أنا آسف كثير، لو بعرف إنك بدك تيجي بهالوقت ما كنت طلعت من البيت، كنت انتظرتك لتجي. خليك رجال بابا، شو بنا؟ روح اقعد. بسيطة ما صار شي. يعني ما بدك تعرفي وين كنت ومع مين؟ أكيد كان عندك موعد مع رفيق من رفقاتك. إذا ما بخليكي تجني لتعرفي وين عم روح وإجي ما بكون جميل. شلون جولتك؟ كتير كانت حلوة، والسياحة كتير انبسطوا. شفت شو جبت للولاد؟ ليه ما جبتي لي شاروخ؟ جبت لك هدية أحلى. استنى شوف. هاي. شو هاي؟ بارفان. لا شو البارفان اللي جبتي لي اياه يوم عيد ميلادي لهلا ما بخبخت منها. او شوفي يا اشتهيت لك اياها، بعدين ريحتها بتطير العقل. زياده الخير خير، بعدين ما بتكتر عليك. هنا انا ما بدي منك هدايا، انا كل اللي بدي اياه منك كلمتين حلوين تقولي لي اشتقت لك. هاليومين اللي غبتن عنك حسيتهم كانهم سنتين، قاعده هنيك وانا عم فكر فيك، كيف عم تاكل، وين عم تروح، مع مين عم تقعد، شلون عم تنضرب على قلبك، شلون عم تنام، شلون عم تفيق. أنا هذا اللي بدي إياه مو هدايا. إي ما بدك إياها، هات بعطيها لأختي. بدي آكل. ما في تاكل، ليجي أبو جوعان. عد
عد للعشرة وتلاقي أبوك اللي أجا، هذا وقته. واحد اثنين أربعة سبعة عشرة، هاي عدت للعشرة، ما أجا أبي، بدي آكل. عد منيح. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة، هاي عدت منيح ما أجا أبي، كمان بدي آكل. عد شوي شوي. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة، هاي عديت مخربط وبطيء وسريع وما أجا أبي، بدي آكل. ماما أنا كمان جوعان. معلش ماما طولوا بالكم خمس دقايق، هلا بيجي. بجوز مبنشر معه الدولاب على الطريق. أصلاً أنا كل خوفي يكون أبي مبنشر. صارت بدي آكل. مثل ما بدكم، يلا ماما قوم قوم غسل إيديك. يلا أنت بتاني. أنا مغسل إيدي. إيه أنت ما شفتها؟ بالمدرسة. روح غسل مرة تانية، يلا روح. بدي أفهم منين اخترعوا لنا الصابون هاد؟ يا ترى شو اللي أخره؟ ماله بالعادة يتأخر دقيقة واحدة، بس ما يكون عامل له شي حادث بالسيارة. تا خير شوفي؟ أوام الحيط تغسل إيدي؟ إيش هو حمام شمي؟ روح غسله مرة تانية. هلا تعدي تتحججي؟ ما رح يجي قبله وغسلت إيدي عشر مرات. روحي شوفي مع مين عم يتغدى. ولا؟ ماما أنا جعت. فوت تغدى مع أخوك. من هلا ها الفخذ للولد الكبير. ابا الفخذ الثاني هاد لبابا، ما هلا تعرف العاده. اكله كله، لو بده يجي كان اجى من زمان. تاكلي مني؟ قول انت باكل انا. اسمعي مني وتاكلي، البابا لو بده يجي كان اجى من زمان. قول انت وسكوت. دايما ماما صحتين وهنا. غسل ايديك مني. وانت امتى حتخلصني؟ لحتى اشبع، بس اشبع بقوم. اعجل لك. اقول له عجل، بالاكل عجل، باللبس عجل، اقول له عجل، وشو هاد؟ تأخر جميل. ايه ماله بالعادة؟ ان شاء الله تكون هالتأخير على خير يا رب. شو صار فيه؟ تأخر كتير. جميل؟ إن شاء الله سليمة. شو هيدي سليمة؟ الحادث. أنو حادث؟ يلي أخرت لهلا. لا ما تأخرت لا بحادث ولا بشي. لكن وين كنت؟ كنت معزوم على الغداء. وليش ما قلت لي من أول ما كنت انتظرتك؟ هنا شو رأيك بهالجرافيا؟ حلوة على الطقم؟ كتير حلوة. طيب هاي أحلى ولا اللي كنت لابسها؟ لا هاي أحلى. يعني اللي كنت لابسها مو أحلى. طيب شو رأيك بهاي؟ أنا شايف كأنه هاي بتلبق أكتر. شوفي هلا بدك رأيي؟ ايه؟ الجرافات الجديدة أحلى من هدول التنتين، البسها. وين حاططيها؟ بالخزانة. سمنان شوي، بدي ايروبيك. ولا اقول لك بلا ما البسها هلا لاني تاخرت على الموعد. اوعيك يروح فكرك لبعيد وتفكري عندي موعد مع شي وحده لا سمح الله. بتعرفي انا ما عندي هالفصول. بعرف بعرف. طيب ما بدك تعرفي الموعد مع مين؟ يعني مع مين رح يكون؟ ما عارفه، من رفقاتك ورايحين على شي محل. تسلمي لي على الثقة. بجوز اتأخر، لا ينشغل بالك. اوعك تفكري عندي موعد مع وحدها. لا حبيبي شو هالحكي، تطلع على قبري لو دخيلها شبوبية. انا روح محل ما بدك حبيبي. انا بعرف انك بتثقي فيي انت. اتصلي بهبة، هي هبة هي رفيقتك برقدان ابن خالتها، ما بيطلق الموظف اللي عندي لانه وعدته هي انه تغار عليه وتدير بال عليه وتسأله وين بيروح وين بيجي. من عيوني التنتين. لا تكلي همي. ها اوعك تفكري عندي. حقابله بكرة. يا أمر قلبي شو حلو. برد الدنيا، برد كتير. خير؟ لوين رايحة؟ نازلة نورفتي على السوق. بدك طولي؟ يعني على هوا ما نتوفق بشر الأغراض. على أساس ما معك مصاري؟ يعني هو مو أنا اللي بدي أشتري، هي اللي بتشتري.
وبلكي شفتي شي شغله ولقيتيها لقطه وعجبتك. ما بيصير شي، بتديها من رفيقتي وبعدين بوفي لياهم. لا يا هنا، اعيب شي انه الوحده تديها من رفيقتها. سكي هاي 1000 ليره خليها بشنتايتك، اذا حبيتي شي شغله اشتريها ولا يهمك. يسلموا جميل، كلك ذوق. اوعك تفكري اني عم بعطيكي مصاري مشان غطي على شي عمله عامله، تعرفيني انا ها ما عندي هيك حركات. لا حبيبي، انت ضل عم تعطيني مصاري واعمل يلي بدك اياه. عم تحكي جد؟ طبعا جد، لانه انت ما رح تساوي شي شكرا على المصاري. لا تاخري ها، بدي لحق الموعد اللي اجلته من امبارح لليوم. ولا فرقت معها، طارت 1000 ليرة على الفاضي. الله لا يوفقك يا وسيم على الأفكار الخرندعية هي. إيه خرندعية؟ طارق طارق. نعم محمود. الله ينعم عليك ويرحم والدينا ووالديك. وين رايحة؟ مشوار. بدك تطولي؟ لا ليش عم تسألي؟ كنت جاي لعندك. خير في شيء؟ اذا في شيء ضروري برجع. لا ما في شيء ضروري، طالما مطولين ما سبجي لعندك. تعي محمود شغلتي بالي. الله لا يشغلك بال على محب الهي يا حق يا كريم. محمود قولي شو بدك. بدي الصحن. انا صحن الصحن اللي جبت لكم فيه كوسا محشي. اي حقك، دقي على جميل بيعطيك اياه. هلا انا لو الصحن الي ما بطالب فيه، وبعرف رح يرجع لي مليان ومنتلي، بس الصحن مو لي لأم تحسين، بدي رجع لها. مثل ما قلت لك بدقي على جميل بيعطيك اياه. في شيء تاني؟ سلام خاطرك. انت وين مشواري قبل؟ عالسوق. توقعت هالشي، بدي اطلب منك طلب يعني لو في سؤالي. تفضلي. ولا اقول لك ما بدي اعذبك، بشتري انا بكره بنزل عالسوق انا بشتري. تعالي ام محمود قولي لي شو طلباتك، انا بجيب لك اياهم معي من السوق. ما بدي اعذبك يا. على كيفك. ولا اقول لك اشتري لي اياهم بطريقك، بركي انا بكره ما صح لي انزل على السوق. مري جارتنا شو طلباتك؟ يا غاليه انتي. انتي الغاليه، ما يأمر عليكي ظالم. بدي تشتري لي دراعين ثلاثه مطيط، عندي بردايه المطبخ ترى المطيط جيتها، بتعرفي بردايه بلا مطيط ما بتوقف، ولانه ما عندي هدول السياخ فست فست يلي دارجين هلا. بس هيك؟ ايه تكرم عينك. ويني؟ قد ما بيطلع حقهم بعطيكي، وما بدي وصيكي وعي حدا يغلبك. سومي هون وسومي هون بعدين اشتري. معلش ام محمود شغلي معنا محرزه، بجيب لك اياهم على حسابي. صحيح انه مو محرزين، بس بدك تاخدي حقهم. اذا ما بدك تاخدي حقهم لا تجيبيهم عيني. خلصنا جارتنا، قلت لك شغلي مو محرزه. بدك تسلمي لي يا مزوقه يا كريمه. عم اقول يعني طالما الشغله صايره وصايره اعمليهم 5 طدرق يلي بزيد بخبيه للمره الجايه. ليش انتي ام محمود كل قديش بتغيري المطيط شيت البرداية تبعك؟ يعني كل 4-5 سنين. اكرمال ظرافتك وقطافتك ونظافتك عامل لك اياهم بدل الخمسه 10. روحي الهي وسيدي مولاي يهنيكي يا هناء يا مهنيتيني يا بنت الكرم. انتي بخاطرك ام محمود. مع السلامه حبابه الهناء، بحبها كثير انا. بروح جيب الصحن ما ياكلوا عليه. مو إلي لا أم تحسين، لو إلي ما فارقة. ولي إجت الماما قلت لك انفوت بريشك قبل ما تجي، ما سمعت كلامي إجاك الموت يا تارك الصلاة. مرحبا جميل. شو هاد؟ ليش تأخرتي؟ ما بتعرفي إنه عندي موعد؟ الموعد اللي أجلته من امبارح لليوم. وليش ما رحت؟ بدك مني شي؟ الولاد بضلوا لحالهم. انا ما كنت عم استناكي مشان الولاد. لكن مشان شو؟ مشان انينة البارفان هي اللي جبتي لي اياها من تدمر، فتلت الغرفه عليها ما لقيتها. اوعك تكوني اعطيتيها لاخوكي. ها لا ما اعطيته اياها. بدك منها شيء؟ اوعك تكون بدك تهديه لحدا. لا اعوذ بالله، ليش الهديه بتنهدى؟ بس انا بدي بخبخ حالي، عندي موعد مهم ولازم تكون ريحتي حلوه، يعني لازم اكون مبخبخ خير الله. عم تحكي جد جميل؟ طبعا جد. اكيد ما هان عليك تخجلني، مشان هيك بدك تحطني البارفان الجديد اللي جبت لك اياه. انا بصراحه كثير تضايقت منك هديك المره لما خجلتني وما بديت تحط منه. دقيقه لجيب لك اياه. اهلين ماما. اهلين حبيبي. اجاك الموت يا تارك الصلاه؟ ما عجبك ارجيله هي؟ ما غاريت تعرف شو عندها
وانا بقى معلق فيا عم شوفها يومية. يلا جميل حبيبي هات يا رب. لا انا بخلك فيس 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 خلص بس بكفي حاجة. اتبارك الخلاق فيما خلق. يا أرض حرسي ما عليكي. اها من زمان البيس وتلبس حاجة حاطط له تقومي بالخزانة رح يعدتو. شعراتي حلوين شعراتي. كلك على بعضك حلو يا حلو يا جميل. يلا حبيبي روح على الكل عم يستنوك. يلا معك حق اتصلوا فيه أكثر من 10 تليفونات ومو حلوة تأخر عليهن عليهن عليهن. ايه طبعا ما حلوة تتأخر عليهن. مع السلامة تقبر قلبي. على فكرة بجوز اتأخر. على راحتك حبيبي على راحتك. وانت بغيابي اعملي لك حوسة هيك بالبيت ورتبي المطبخ. المطبخ مكركب. اجلي كل الجلي اللي على طاولة الصفرة اللي بالمطبخ. انا لازم امشي خايف اتأخر عليهن عليهن. حبيبي ما بدي حدا يعلمني شغلي. انت روح احسن ما تتأخر تقبر قلبي. مرحبا انا. اهلين ام محمود. اهلين تفضلي. بس بعطونا عم تتغدوا. عم نتغدى. معناتها حماتي بتحبني. جيت بوقتي. اهلا وسهلا تفضلي. والله جارنا ما بتقوم. كمل اكلك ولا الا املي صحن هالشرحه. جايبت لك اكله بتحبها كثير. تفضلي ام محمود اقعدي. يسلم لي الذوق. ما احلاه. شايف جميل ام محمود جايبت لك كوسه محشي الاكله اللي بتحبها. شايف ما لذة. الحقيقة هدول الكوسايات المحشيات مو أنا طبختهم. جارتنا أم تحسين بعتت لي اياهم. جيت أنا بدي آكل كوسة محشي. أم تتذكرت جارنا أبو طارق بحب كتير الكوسة المحشي. بتقطعت عن تمي ويتخديهم لجارنا أبو طارق بينبسط بأكلهم. ومنه بتغدى معكم أحسن ما أتغدى لحالي. شايف جارتنا أم محمود قطعتهم عن تمي وجابت لك اياهم. تفضلي أم محمود ليه ما عم تاكلي؟ ليش عذبتي حالك؟ انصبيت لحالي. يسلموا. صحتين وهنا. ايمو الصحن من خلقتي. تشبهن جارنا الكوسايات؟ فيهن شي ريحة؟ مثل الفلة تازة. اليوم ام تحسين طبختهم. لسا مبارح اكلت كوسا مو جعل بالي كوسا ماشي. مو أساس بتحبه كتير كتير وإذا بصلك تاكله كل يوم كل يوم ما بتكرهه؟ بطلت العادة. الحمد لله ريحتني. كنت كل ما أسأل يحفري كوسة كان يغب على قلبي. يعني هالشي فرحك؟ طبعا اللي بريحني بفرحني. شبو شو صار له؟ شبع. وأنا كمان شبعت. وأنا كمان شبعت. ايه شو بلاقي ما بقي حدا غيري على الطاولة. عادي كلي ام محمود لا تشبعي. البيت بيتي. لا تستحي على مهلي وهي انا قاعدة معك. ما في داعي حبيبتي. روحي انتي شوفي جوزك. شو انا غريبة. صحتين وهنا ام محمود. طرايا هالشرحات مثل الفستق. يحلي لحقتهم قبل ما ياكلوهم. طب حاطي بعدين بقى من اول ما فتي وانتي زعلانه وحاطه الحزن بالجن وصفنانه. شبك مها دكتوره قالت لك شيء بيزعي؟ بالعكس قالت لي كل شيء عندي طبيعي وممكن احمل بس المشكله مشكله وقت. اسمعي مني لا كانوا لا تضيعي وقتك. خليني اخذك لعند الشيخ مبروك بطيبك بسرعه. ايده مبروكه. انا الله خليك لا تزيدي علي. خير شبهك زعلانه مني. شو السبب؟ ما بتعرفي شو السبب؟ اي لو بعرف ما سالتك يا ستي. امبارح اجت لعندي بنت خالتي من بانياس. بدها تقعد عندي كام يوم وانا كل 5 سنين لاشوفها مره. الله وكيلك لسه ما فاتت من الباب. قعد نعيم بيحكي معها حكي حلو. شي غزل شي مجامله. نيالي كملي. شو كمل؟ المخلوقه تحملته كرمالي ربع ساعه وبعدين طفح الكيل. حملت شنطتها وراحت على الاوتيل. قالت لي ما عاد بدي اياكي وما بدي انزل عندك. بسيطه. هلا انا وياكي بننزل لعندها وبنقنعها انه ترجع على البيت وبنفهمها شو عادت نعيم. ايه لك ما راح ترضى طالما نعيم بالبيت. لا تخافي انا بحكي معها. لنفرض رضيت ورجعت لعندي على البيت بتضل المشكله قائمه. انا مشكله نعيم
شو بو؟ لك ما قلت لك متقاتلي؟ يعني ما عم تصبحوا على بعض؟ أكتر. يعني ما عم تحكوا مع بعض؟ أكتر بكتير. أي شو في أكتر من هيك؟ هددته لنعيم، إذا بده يضل يطق حنك مع النسوان بدي أترك البيت وأمشي. وهو شو قال لي؟ قال لي أنا بحاول مع لساني، بس ما بيطلع معي لساني، بيطلع معه الحكي بدون ما أحس، وراح جاب المقص وقال لي قصي. شو هذا؟ لسانه. إيه وصيتي؟ لك أنا شو قصتك أنت تانية؟ إيه عم امزح معي، كملي شو؟ قال لي أنت تجوزتيني وبتعرفيني بحب المجاملة والغزل، بدك تتحمليني بدك ما بدك الباب بفوت جمل يا جميل. تبادليني؟ بشو بدي بادلك؟ باخذ جوزك بعطيكي جوزي، ولا قل لي؟ أنا ما بدي بادي. صحيح أنا متضايقة من جميل لأنه بيخجل وما بيقدر يحكي كلمتين حلوين مع النسوان، بس ما في منه، أما جوزك كتير بيزيدها، معك حتى تضايقي منه. بس نعيم جوزي قلبه طيب كتير. شو؟ شايفتك عم تدافع عنه. وليش لحتى ما دافع عنه؟ ما له جوزي؟ إيه إذا بتعرفي إنه قلبه طيب وبيحبك معناتها لازم تستحملي وتضلي جنبه. صحيح، بس ما كان لازم يقلي الباب بفوت جمال. إيه كمليها مثل ما قال لك إياها، هو قال لك الباب بفوت جمال يا جميل، تفرق كتير مها. المهم هلأ شلون بدي صالحه؟ إيه ما بدي شلون، المرة بدها حدا يعلمها شلون تصالح جوزها. بس أنا ما بدي حط له إياها واطية، بيصير على الطالعة وعلى النازلة بيقلي الباب بفوت جمال. يا جميل هي ما بتنسيها بالمرة. هنا شو رأيك تجي أنت وجوزك تصالحونا؟ إذا إجت الصلحة من طرف ثالث بيكون أحسن، بيضل كل واحد محتفظ بكرامته. إيه لا حبيبتي، شوفي غيري، إذا قرايبتك ما قدرت تتحمله بدك ياني أنا أتحمله، وبعدين أنا جربت القعدة معه، ما قدرت أتحمله، بيزيدها كتير جوزك، ما قدرت أنا. هيك يا هنا. طيب خلاص، أمري لله، رح إيجي اليوم أنا وجوزي جميل لعنكم ونحاول نصالحكم، بس أوعى جوزك يتخنا، لأنه إذا تخنا وقت الباب يطالع جمال. يا جميل. مساء الخير. أهلين جميل، كيف كانت سهرتك اليوم؟ حلوة، حلوة كتير. يا الله يحلي أيامك، بس ما طولت حبيبي. جميل، شو صار لك؟ عم بسألك ليش ما طولت؟ ما عجبتك السهرة ما هيك؟ ما أجوا رفقاتك؟ شبك جميل؟ شبك حبيبي ليش صفر لونك؟ عود تقبرني تعال، لو فيني بحملك بحملك، عود حبيبي على الكنبة هي لجيب لك مي، عود تقبرني. حبيبي يا جميل، خد حبيبي اشرب يلا. صحتين وهنا، إذا تعبان بطلب لك الدكتور زياد. لا ما بدي الدكتور بطيخ. لكن حبيبي شبك من شو تعبان؟ لك أنت مالك مزعوجة من شي؟ لا أبدا. ابدا ابدا. ليش لانزعج؟ الاولاد ناموا بكير وما عذبوني. انا ما عم بحكي عن الاولاد. لكن عن مين عم تحكي؟ هاي الغنيه ليش حطيتيها لكان؟ ما بعرف، شفت الشريط قدامي قمت حطيته، اذا مضايقتك بغيرها. لا بالعكس، انا بحبها كثير هاي الغنيه تبع الغيره، بموت فيها. ايه ما قلت لي جميل شو قالوا لك رفقاتك لما شافوك بهالشياكه كلها؟ غاروا مني. لسه ما شافوا شي. انا اليوم شفت لك طقم بياخد العقل، الشهر الجاي باخذ لك اياه مشان يغاروا على المزبوط ويطقوا. الفنجانين مجليين، معقوله تكون جلدون وما انتبهت للحمرة؟ مو معقوله. طيب لنفرض انه ما انتبهت للحمرة، بس مجرد وجود فنجانين قهوه لازم خلوها تشك فيه وانه في عندي حدا. عم تحكي معي جميل؟ انا كان في فنجانين قهوه وكاسه مي على الطاوله بالمطبخ، شفتيه شيء؟ ايه جليتهم. ليه عم تسال عنه؟ لا ما في شيء. وهي الدفتر، الدفتر اللي كان هون شفتيه شيء؟ ايه شفته. قريتيه شيء؟ وليش بدي اقرا دفتر لسليم؟ شو بده يكون فيه اسرار مع حلو لساته صغير؟ وين حطيتي؟ بشنطايته لسليم. فايت شق على الولاد أنا. شو بتحبوا تاكلوا؟ أنا مو فارقة معي، المهم ما أطبخ، اسأل الولاد. شو تاكلوا بابا؟ طبخ ولا لحمة؟
إذا خلقنا من الطبخ أبو طارق، بعدين الطبخ إمتى ما كان منقدر نعمله وبيطلع أطيب بالبيت. أما الشقف والكباب والمسبحة والحمص والفراريش قد ما اعتنينا فيهم ما بيطلعوا أطيب من المطعم. أنتي ما حدا سألك إيه بابا شو تاكلوا؟ أنا بدي طبخ. وأنتي بابا؟ حيلا بابا، يلي بتطلبه أنا باكله. جميل، خليهم يجيبوا لنا صحن فريكي وصحن مشاوي مشكل وكل واحد بياكل على ذوقه. لك يسلم هالتم، انا كنت هيك بدي اقول بس استحيت. حيا الاملي براس القراع. مش بدنا لحمة. لكو صحن الفريكي مثل ما هو، هذا مين بده يدلقه؟ دلقه؟ أنا باكله. كله؟ أنت شو بدك؟ اللي بده يزيد يزيد، مو هلا جبنا لحمة. لا تخاف جارنا، ما بيزيد شيء. إذا جاد شيء باخده معي على البيت، بقصد بناخده معنا على البيت. برني ابني محمود مثل ما بيقول بخور فكان. تيك أوي، دغري بأشقش، شوفي على الطاولات بأخر. خدي جاتنا. معلش خليهم للولد الصغير، انا بستنى. هلا مدام، شلي استاذ. مرحبا استاذ جميل. اهلين مدام نجاح. اهلين المدام. هيك بدافع. كيفك مدام؟ اهلا وسهلا. تمام الله يخليكي. اهلين. عن اذنكم. صحن المشاوي مشكلة إذا بتريد. هي ما رح إلا مين هي لحتى تسألني، وإذا ما سألتني ما رح أجيب لها سيرة بالمرة. خليها تطق. جميل، منو هاي؟ سألتني. هي رئيس القسم عندي بالمديرية. رئيس القسم عندك؟ ايه. شبك مستغربة؟ أنا كل رؤساء الأقسام اللي عندي معينوا النسوان والحلوين كمان. أي مو هذا قصدي. أنا كان شو قصدي؟ هو هيك إنه يروح فكرك لبعيد وتفكري إني بعرفها أو متعرف عليها بشي محل تاني. ها بتعرفيني أنا ما بلحق هيك شغلات. ايه حبيبي أنا بعرفك ومطمنت لك، بس ما حلو رئيسة قسم تخليها تمشي. شو قصدك؟ كان المفروض تعزمها على الطاولة معنا، ما حلو بحقها. لك شو صار باللحمة؟ شو صار باللحمة؟ ان شاء الله انبسطتوا ماما كثير. شو لازم نقول للبابا؟ دايما صحتين وهلا. يلا بابا الله يرضى عليكم، تفوتوا على اوضتكم تكتبوا وظايفكم، ما بتطلعوا لا تخلصوا نهائيا، واذا احتجتوا لاي مساعده انا جاهز، رقبتي سداده ارجيلي. يلا بابا يلا. تي 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 دايما ابو طارق. صحتين وهلا، ان شاء الله انبسطتي كثير. يعني ما في شيء زعجك هيك او هيك لا سمح الله؟ ابدا، ما في غير ام محمود زعجتني لما قعدت تلم الاكل البقيان عن الطاوله. لك ما تذكرت نجاح منوب. اي جميل، عندك موعد شي اليوم؟ بلشت تسالني عن مواعيدي. خير حبيبي الله يبسطك يا رب. في شي؟ لا بس بحب اقول لك انه انا حر، بقعد مع مين ما بدي، بتغدى مع مين ما بدي، وبتعشى مع مين ما بدي، ما بيصير تتدخلي فيي، انا حر. عيب. طبعا انت حر وانا مأمني عليك، وين ما بدك تروح روح، بعرف شو عندي، بس يعني جميل عم اقول لحالي اذا ما عندك طلع اليوم بدنا نروح لعند مها. روحي انت. انو مها؟ هي اللي هيك ولا اللي هيك؟ اللي اجت زارتنا مع جوزها ما هي
هي بذاتها قال متخانقه هي وجوزها وطلبت مني نيجي نصالحهم. جميل الله يخليك، روح معي صعباني علي مها. ايه بروح ليش ما حتى ما روح. السعي للصلحة عمل خير وانا بموت بعمل الخير، خصوصي مع رفقاتك الحلوين اللي شعراتهم طوال واللي طلتهم غير طلة وهبتهم غير هبة. عم تحكي جد؟ انا جد فيهم. انك رح تروح معي؟ قال فكرت انزعجت لاني عم بتغزل برفيقتها. انا ساعة من الروح؟ يعني على الساعة 9 منروح عبكير ومنرجع عبكير. ايه لا بس من هون للساعة 9 في وقت طويل وبجوز تبطلي تروحي. يا وليش لبطل؟ يعني بجوز يجي حدا لعنا، بجوز نتخانق. اكيد رح نتخانق ويصيبنا مثلهم، صير بدنا مين يصالحنا. لا تطمن حبيبي ما رح نتخانق ابدا، نحن مو مثلهم، اصلا هن ما تخانقوا غير من صغر عقله لمها. قال شو؟ غيراني عليه لانه حكى بنت خالتها كلمتين حلوين، بشرفك مو مجنونه؟ عقله صغير. تسلمي لي انت يا عالي يلي كلك عقل، يلي بتوزعي عقل على نسوان البلد كلها. لكن حبيبي لكان العقل زين للبني ادم. ايه ما بكون جميل الحمصي اذا ما طيرت لك عقلي. إذا بدك ياني روح ما بروح إلا بهذا القميص، بدك تغسليه وتكويه. ليش لأغسله؟ هون فوق. ما حلو يتوسخ حبيبي، امبارح غسلته ونظفته. بلا توسخ. ماشي الحال، فوت البس قميص جديد وبكرة أكيد أكيد بغسلك إياه. ما بروح إلا بهاد، وهذا بدك تغسليه هلا. يعني عيني مثل ما بدك، فوت اشلح وحطه جنب الغسالة، لغير ثيابي بغسلك إياه.